اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة نعمل مع بعض صينية سمك مكاريل، نوع من أنواع صواني السمك المكاريل، يعني بطريقتي كده صينية بسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفي قناتنا اعملي لنا اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو حطي لايك. هنشوف معانا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده سمك مكاريل متنضف، الكمية دي انتي حرة فيها. معايا بصل مبشور، واحد فلفل الوان متقطع كده على واحد فلفل حامي، ومعايا الخلطة ان هو دي فيها توم وقرن فلفل احمر حامي وكمون وملح وخل وليمون. دي هعمل بيها السمك، هسوق بيها السمك. معايا هنا على النار طاسه فيها زيت، طاسه سخنه، احط فيها كده البصل اهو. معايا في المكونات عصير طماطم، هسيب البصله بقى تتحمر. هسوق السمك عادي زي ما اكون هقليه عادي خالص. وكمان عايزه اقولك ان الصينيه ديت تنفع لو انت كمان عايزه تقلي السمك ده، يعني تقليه الاول وبعدين تحطيه في الصينيه، ماشي انت حره. مش عايزه تقليه كده اهوت وعايزه تحطيه على طول في الصينيه برضو، تمام كله نفس النتيجه. عشان البصلة كده تتشوح هسوق السمك بتاعي كله. كده البصلة دبلت شوية، احط الفلفل. واحط له شوية كمون. شوية ملح. معلقة هريسة شطة من اللي عملناها مع بعض في القناة. جميلة جدا، بتدي طعم يجنن للأكل. هيتبلوا بقى مع بعض شوية وارجع لكم تاني. بصوا كده البصلة بالفلفل جبن مع بعضه. دلوقتي هحط اللي باقي معايا من خلطه تتبيله السمك اللي انا يعني حطيتها، الحشوه اللي حشيت بيها السمك. دلوقتي هحط عصير القطر. انا مش هسيبها تتسبك بس تسخن، يعني اول ما تغلي كده هنشوف هنعمل ايه. بصوا كده التسبيكه بتاعتي غليت شويه، انا عندي هنا صينيه عشان انا عايزه احطها تحت يعني عايزه احطها تحت الشوايه. لو كنت عامله في الصينيه من الاول ما كنتش نقلت عشان الطاسه دي ليها ايه. هحط فيها كده شويه. بس كده هسيبها بس تاخد غلوة كده وهدخلها الفرن تحت الشواية.
يعني هي هتستوي من فوق هنا من على البوتاجاز، وبعدين هدخلها تاخد وش بس تحت الشوايه. عايزه انت تحطيها في الفرن يعني اول واخر انت حره، بس انا الفرن بتاعتي بعافيه شويه، فبسوي الحاجه من فوق على البوتاجاز وبعدين بحطها تاخد وش بس. لما تطلع من الفرن هوريها لكم. بصوا كده الصينيه بتاعتنا اهي طلعت من الفرن، زي ما قلت لك انا سويتها على البوتاجاز من فوق وحطيتها بس تحت الشوايه وشها ينشف، يعني تاخد وش بس عشان انا مش قاليه السمك. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ ام حسن على قد الايد. سلام عليكم.